نطلع بالجولة ونتابع تأخير معك. من هنا من مدينة الصلت من مدينة التسامح والضيافة الحضارية سنكون معكم في جولة نتحدث فيها عن الجمال العمراني والتاريخ والتراث لهذه المدينة. راح يكون معنا الدكتور إبراهيم لنحكي أكثر عن تاريخ العمراني في الصلت. حاب أعرف أكثر عن الطابع العمراني للصلت تحديداً وما يميز هذا الطابع. دعوني أرحب بكم في مدينة الأوائل أو الصلت العريقة في تاريخ الدولة الأردنية. هاي المدينة اللي شكلت مزيج بين المعاصرة والماضي العريق، وكانت أول عاصمة أردنية حملت ثقل البلاد في البعد السياسي والبعد الاقتصادي إبان الفترة العثمانية. فمن شارع الحمام الذي يخترق جنبات تراث هذه المدينة تعاقبت أجيال فاق عددهم سكان العاصمة عمان إبان فترة ازدهارها في منتصف القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، إلى شارع الخضر الذي يحمل رمزية دينية بتناغم سكانه من مسلمين ومسيحيين وبيوت غلب عليها طراز معماري بلون أصفر. هاي المدينة اللي رسمت بأحرف من معرفة أول مدرسة ثانوية خرجت كبار قيادي الدولة. ربما تكون هذه المدينة الوحيدة بين مدن المملكة اللي بتضم عدد كبير من البيوت والمساجد والكنائس اللي بزيد عمرها عن 100 عام بطراز معماري متميز. سيدي، حتى خلنا نرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر، تحول المجتمع الحضري في مدينة الصلت إلى مزيج رائع ومميز من التجار والقبائل المحلية والقادمين منها من نابلس، خاصة من نابلس. يعني هذا التمازج السكاني اللي حدث في مجلس هو اختلاط العادات والتقاليد ما بين القبائل والتجار والقادمين من نابلس. كان هناك طبعا باستمرار بائع متجولين، كان مسافرين، كان أيضا مهاجرين. من هؤلاء كان طبعا بنائين، كان تجار، كان مزارعين أيضا، فلاحين. فمدينة الصلت كانت طبعا جاذبة لهؤلاء. يعني من أحد الأسباب لهذه الجاذبية أنه الأمن والاستقرار في مدينة الصلت، المناخ المعتدل في مدينة الصلت، توفر المياه الغزيرة في مدينة الصلت، فجذبت المقومات كلها، جذبت هؤلاء من مدينة الصلت. يعني إحنا إذا بنرجع للعمارة وتاريخ العمارة في مدينة الصلت، بعد 1866 العمارة في مدينة الصلت تأثرت بمنطقتي نابلس، لأنه البنائين أغلبهم كانوا أيضاً جاءوا من نابلس وقاموا ببناء هذه العمائر. طبعاً بنوها يعملوا زي كوبي من نابلس، فالصلت كانوا يسموها نابلس الثاني. زي ما أنتم شايفين حتى البنى هذا المبنى وعبد الرحمن العقروق، عبد الرحمن وجوقته كمان، يعني كان جوقته حوالي 40 واحد. فبنوا هاي العمائر بناء على طراز مدينة نابلس اللي بتقوم على العقود البرملية، بتقوم على العقود المتقاطعة وبتحملها القناطر. القناطر طبعا هي كانت تحمل بيت، القنطرة تشبه حاجب العين، حاجب العين هو الذي يحمل العين ومدها بالجمال والإحساس. لعبة المنقلة هي من الألعاب الشعبية السلطية القديمة المتوارثة عبر الأجيال. احنا يعني قمنا بعمل مبادرة حقيقة اللي هي إعادة إحياء لعبة المنقلة من خلال عرض هذه اللعبة على زوار المدينة، تدريبهم عليها لأنها لعبة مشوقة جداً، أيضاً تدريب أكبر عدد ممكن من أبناء المدينة وخاصة الأدلاء السياحيين مشان ننقل هذه اللعبة ونحافظ عليها لأنها هي موروث حضاري لنا نفتخر فيه طبعاً. أكيد. وإنت دكتور وعدتني تعلمني المنقلة، ولا همه، وإحنا بدنا نبلش الآن نتعلمها. طبعاً.